ايه الرأي اللي في وقت من الأوقات كان داعم ليك أول فكرة الفن؟ في رأي سمعته أنت كهشام حركك أوي من جواك واداك ثقل لنفسك، كان من مين وفين وإمتى؟ والله انا اول ما جيت من امريكا كان في مسابقه اسمها حريف تمثيل، كانت حاجه من شركات التليكوم يعني عشان ما اقولش مش اعلان يعني، ايوه كانت عامله حريف تمثيل وكان في 1000 واحد مقدمين مشاهد فيها، وكل شويه عملت المشهد بتاع استاذ عادل امام وقالوا ان لازم تعمل مشهد حاجه كان استاذ عادل امام عاملها مع استاذه يسرى في عماره يعقوبيان، اي مشهد، فاخترت انا مشهد وعملته. وبعدين بعديها اربع خمس ايام قالوا لي انت معانا، انت رقم مش عارف، في 500 واحد شالوا 500، في 500 مش عارف بقى 300 بقوا 50، الموضوع ابتدى يخش في الجد، بقوا 20، قال لك انت المشهد بتاعك، قاموا مذيعين المشهد بتاعي وقالوا لي الاستاذه العظيمه يعني الجميله يسرى ديفا هتكلمك في التليفون. فانا ديفا مش فاهم بقى ايه اللي حصل المره واحده، وكان لسه جاي طازه بقى لي شهرين كنت جاي من امريكا، فلقيتها مره فعلا بتكلمني في التليفون وفيديو كول وبتاع وبتقولي كلام جميل جدا انها شافت الحاجات بتاعت الانستجرام بتاعتي، وان هي فعلا شايفه ان انا عندي حاجه مختلفه وكده، وان انا هعمل معاها 3 مشاهد في حرب اهليه، ايوه مسلسل حرب اهليه كان هي وباسل الخياط، ورحت عملت القصه دي. وبعديها بحوالي مثلا 3 4 ده اشهر، الفيديو، ايوه هو ده، يلا صح بينا نشوف الفيديو. صح ايوه صح ده الفيديو، وبعدين عملت ايوه كان آراءها فيك ايجابية جدا. اه ديفا فنانة من الطراز لا دي الرفيع. فنانة وبني أدمة جميلة جميلة ومجاملة ويعني كل حاجة بصراحة فظيعة يعني. طيب هدخل بيك